السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرة فلسطين، ونحن الآن نعيش مع هذه السيرة في واحدة من أحلك فتراتها، حيث أعلن وعد بلفور الذي قدمه وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور في 2 نوفمبر عام 1917 إلى اللورد روتشيلد. وفيه وعدت بريطانيا التي لم تكن قد أخذت فعليا فلسطين في ذلك اليوم 2 نوفمبر من ذلك العام، لم تكن قد تمكنت بعد من احتلال فلسطين، وكانت لا تزال تقاتل العثمانيين في غزة. ومع ذلك وعد من لا يملك فلسطين هذه الأرض لمن لا يستحقها. أوروبيون قدموها لأوروبيين آخرين، بينما أهل الأرض لم يستشرهم أحد ولم يسألهم أحد. بعد شهر واحد من هذه الأحداث حدث الاحتلال البريطاني لمدينة القدس عاصمة فلسطين، حيث كان ذلك يوم 9 من كانون الأول ديسمبر عام 1917. وبعد يومين، أي في 11 من نفس الشهر ديسمبر كانون الأول عام 1917، دخل الجنرال البريطاني إدموند أليمبي مدينة القدس، وأعلنت بريطانيا نهاية الوجود العثماني في فلسطين وبداية الاحتلال والحكم البريطاني. منذ اللحظة الأولى التي دخلت فيها القوات البريطانية إلى فلسطين، بدأت بريطانيا تحاول تنفيذ وعد بلفور الذي قدمته للحركة الصهيونية بتسليمها فلسطين لتصبح وطنا قوميا، بينما اعتبرت أن السكان الموجودين في فلسطين في ذلك الوقت عبارة عن طوائف وليس أكثر من ذلك، بالرغم من أن الفلسطينيين يعيشون هنا منذ أكثر من 6000 عام. ولكن هكذا طبيعة المستعمر، وهكذا طبيعة القوي في زمن القوة. بعد 3 سنوات من هذه الأحداث، في عام 1920 عقد مؤتمر معروف اسمه مؤتمر سان ريمو، على اسم المنطقة التي عقد فيها هذا المؤتمر، وناقش مستقبل منطقة بلاد الشام وفلسطين بشكل عام. وكان ذلك بالتعاون بين بريطانيا وفرنسا التي تقاسمت منطقة بلاد الشام. فنحن نعرف أنه في عام 1916 في اتفاقية سايكس بيكو تم تقسيم منطقة بلاد الشام بين فرنسا وبريطانيا، بحيث كانت نصيب المنطقة التي سميت لاحقا سوريا ولبنان من نصيب فرنسا، والعراق والأردن من نصيب بريطانيا، فيما كانت فلسطين فعليا في ذلك الوقت منطقة تخضع للنقاش الدولي. ولاحقا في عام 1917 وعدت فعليا للحركة الصهيونية بشكل أساسي كما ذكرنا سابقا. الآن مؤتمر سان ريمو كان يبحث كيفية يعني ترتيب الأمور في هذه البلاد، كيفية ضبط مسألة الحدود الجديدة التي رسمت في هذه المنطقة، وكيفية تطبيق وعد بلفور. وبناء على ذلك يعني رفع الأمر إلى الهيئة الأممية التي أنشئت بعد الحرب العالمية الأولى لمحاولة منع حرب عالمية ثانية، وهي عصبة الأمم. طبعا عصبة الأمم أو League of Nations كما كانوا يسمونها في ذلك الوقت، كانت مؤسسة يفترض أنها مكان ما نعرفه اليوم باسم الأمم المتحدة. وعصبة الأمم كانت فكرتها الأساسية محاولة نشر السلم بين قوسين عالميا، ومنع إقامة أو قيام حرب عالمية ثانية بعد المصائب التي رأتها البشرية في الحرب العالمية الأولى. طبعا نحن نعرف أنه بعد قيام هذه المؤسسة أو عصبة الأمم حدثت الحرب العالمية الثانية، ثم بعد ذلك سقطت عصبة الأمم وتم حلها، ثم أنشئت الحرب المنظمة الحالية بعد الحرب العالمية الثانية، وهي منظمة الأمم المتحدة. لكن في ذلك الوقت عصبة الأمم التي كانت قد أنشأتها القوة الكبرى المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، قررت في عام 1920 تقسيم هذه البلاد العربية في ذلك الوقت وإخضاعها للانتداب. فقررت إخضاع سوريا ولبنان للانتداب الفرنسي، والشرق الأردن في ذلك الوقت إمارة شرق الأردن والعراق، وأيضا فلسطين تم إخضاعها للانتداب البريطاني. ماذا يعني كلمة انتداب؟ انتداب معناها أن بريطانيا هي التي تدير شؤون هذه البلاد، لأن سكانها لا يستطيعون إدارة شؤونهم بأنفسهم.
ففكرة الانتداب فكرة فيها استعلاء أساسا، يعني فيها نظرة يعني تحقيرية لسكان هذه الأراضي، باعتبار أن الأوروبيين يرون أنهم يعني أكثر تقدما، ويرون أنهم هم القادرون على إدارة شؤون البلاد، باعتبار أن هذه الشعوب متخلفة لا تستطيع أن تقدم لنفسها شيئا، ولا تستطيع أن تقدم لنفسها فعليا ما تحتاجه في هذه الفترة. ففكرة الانتداب نفسها، أو بالإنجليزية يقولون mandate، هذه الفكرة فكرة فيها استعلاء وعنصرية ونظرة فوقية تجاه الشعوب العريقة في هذه المنطقة. الشيء الغريب في قرار عصبة الأمم بخصوص الانتداب البريطاني على فلسطين أن هذا القرار نفسه أقر عصبة الأمم، يعني الدول بشكل عام، أقر وجوب تحقيق وعد بلفور. بالتالي أصبح وعد بلفور منذ تلك اللحظة وثيقة دولية وليس وثيقة بريطانية فقط، وصارت بريطانيا كل وقت تتحجج أنها مضطرة بين قوسين لتنفيذ وعد بلفور. لماذا؟ لأنه لم يعد لها حجة فعليا بعد أن تم إقرار هذا الوعد بشكل رسمي على أساس دولي من قبل عصبة الأمم. هذه الحجة السخيفة، لا أستطيع أن أجد لها كلمة أخرى، هي التي أخذتها بريطانيا وقدمتها دائما في أمام الشعب الفلسطيني عند كل ثورة وعند كل مشكلة كانت تحدث خلال فترة الانتداب البريطاني والاحتلال في هذه الفترة. طبعا الاحتلال البريطاني دام لفلسطين لمدة 31 عاما، ما بين عام 1917 حتى عام 1948، أو يعني أقل من 31، لأنه في نهاية عام 1917 كما رأينا. الفكرة أنه في نفس ذلك العام 1920 مع إقرار قانون الانتداب في عصبة الأمم، تم إقرار تعيين هربرت سامويل أول مندوب سام لفلسطين من قبل السلطات البريطانية. طبعا هربرت سامويل، هناك كثير من الناس يعني لا تعرف أصوله، تحدثنا في حلقة ماضية عن طبيعة هذا الشخص وطبيعة دوره الكبير جدا في إقرار وتثبيت وتسجيل وعد بلفور، علما أنه في البداية قبيل الحرب العالمية الأولى لم يكن ينظر إلى الفكرة الصهيونية نظرة إيجابية، ولكن لاحقا كان ينظر إلى الفكرة الصهيونية، أصبح ينظر إليها نظرة إيجابية، ولكن من منطلق بريطاني، من منطلق الاهتمام البريطاني فعليا بهذه البقعة، وليس من باب الاهتمام بالحركة الصهيونية والأفكار المتعلقة بعودة يهود العالم من الشتات إلى الأرض، إلى أرض الميعاد وإلى آخره، كما كانت تطرح أدبيات الحركة الصهيونية، لكنه كان ينظر إلى الأمر على أساس أن هذا الوطن القومي الذي سينشأ للحركة الصهيونية في أرض فلسطين سيكون مصلحة بريطانية، وسيكون فعليا هدفا من أهداف خدمة بريطانيا، وسببه فعليا خدمة المصالح البريطانية وليس أكثر من ذلك. هكذا كان ينظر إلى الأمر، ولهذا تحمس بشكل كبير جدا لهذه الفكرة. طبعا هو كان يهودي الديانة. الأدبيات الإسرائيلية اليوم عندما تتكلم عن هربرت سامويل تقول إنه أول يهودي يحكم أرض إسرائيل منذ 2000 سنة. طبعا هذا الادعاء الذي تقدمه اليوم الأدبيات الإسرائيلية بحق هربرت سامويل في الحقيقة هو غير صحيح. لماذا؟ لأنه في العهد الإسلامي الفاطميون، الدولة الفاطمية كانت قد عينت واليا يهوديا فعليا على بلاد الشام كلها ومنها فلسطين، اسمه منشه ابن إبراهيم القزاز، وكان ذلك في عهد الخليفة الفاطمي العزيز بالله في عام 384 للهجرة الموافق لعام 994 للميلاد. فلذلك هذا الكلام طبعا غير صحيح، يعني كما نرى غير صحيح بأي شكل من الأشكال. يعني قبل 1000 سنة من هذه الأحداث تقريبا كان الفاطميون قد عينوا واليا يهوديا على منطقة بلاد الشام كاملة. لكن طبيعة المحتل الأوروبي أنه لا يرى ما قبله ولا يظن أن هناك من سبقه إلى شيء، سواء في العلوم سواء في غير ذلك. وهذه مشكلة حركة الاستشراق التي كانت تنظر إلى هذه الأرض دائما نظرة فوقية، وتنظر إلى أن أهل هذه البلاد
العرب والمسلمين ليس لهم أي علاقة بالتاريخ، وأنهم منقطعون تماما عن الحضارة، علما أن الحضارة الأوروبية أصلا كما يعرف الجميع فعليا هي قامت أساسا على أبحاث والكتب والعلوم التي قدمها المسلمون للعالم. ولكن هذه طبيعة المحتل للأسف الشديد في كل وقت. اليوم طبعا الأمور بدأت تتغير مع ظهور تيارات ترفض هذه الأفكار وتحاول أن تعود بالأصل من باب أو إلى الأصل من باب الوعي ومن باب العدل إن صح التعبير في النظر إلى الشعوب الأخرى. طيب نعود إلى الوضع في فلسطين. طبعا بمجرد أن استلم هذا الشخص هربرت سامويل الأراضي أو حكم فلسطين في ذلك الوقت باسم بريطانيا، ما إن استلمه حتى فتح باب الهجرة مباشرة للمستوطنين الأوروبيين ليأتوا إلى فلسطين، ثم بدأ بتسليم الأراضي بشكل مذهل، سواء بأسلوب البيع بالتقسيط المريح أو الهبات أصلا للأراضي التي تقع ضمن الأراضي الأميرية التي كانت تتبع الدولة في عهد الدولة العثمانية وأصبحت الآن تسيطر عليها الحكومة البريطانية. هذا الكلام معناه أن الصراع سيبدأ في فلسطين في هذه الفترة المبكرة. فعلا بدأ الصراع عندما لاحظ الفلسطينيون ما تفعله بريطانيا، وبدأت الثورات ضد البريطانيين. وهنا عندي قانون في التاريخ ينبغي أن نفهمه وينبغي أن تفهمه سيد الفاضل وسيدة الفاضل. عندنا واحد من قوانين التاريخ تقول إن أي احتلال مرفوض، كي نعرف أنه احتلال أو غير احتلال يجب أن ننظر هل تمت مقاومته، هل يتم مقاومته أم لا. إذا قبلت الشعوب عادة بشكل كامل بأي وجود جديد فمعنى ذلك أن هذا الوجود يعترف بالآخر وليس فيه أي إشكالية مع الشعوب، وبالتالي الشعوب تفهم وتعرف الفرق بين الفتوح إن صح التعبير و تقديم العدل ونشر العدالة بينها وبين الاحتلال الفعلي الذي يريد امتصاص خيرات هذه الأرض وسرقتها بالكامل أو تسليمها لغيره. هذه الشعوب لا تخدع بالدرجة الأولى، وهذا هي نقطة واضحة. فالفلسطينيون بمجرد أن حدثت هذه الأحداث عرفوا أن البريطانيين ليسوا فعليا كما كانوا يقدمون أنفسهم على أنهم والله يريدون نشر الخير في هذه الأرض، وإنما جاءوا محتلين ليسلموا هذه الأرض للحركة الصهيونية. فبدأت منذ تلك اللحظات مباشرة بدأت المقاومة الفلسطينية الشعبية لمشروع بريطانيا في فلسطين. فأول حادثة انتفاضة حدثت في فلسطين كانت قد حدثت في نيسان إبريل من عام 1920، وتلك تسمى موسم النبي موسى، انتفاضة موسم النبي موسى، وكان ذلك قبل 5 أشهر من صدور صك الانتداب البريطاني على فلسطين. يعني قبل أن تبدأ بريطانيا أو تأخذ بريطانيا الصك الدولي من عصبة الأمم بأن تسلم إدارة فلسطين بشرط تطبيق وعد بلفور، قبل ذلك ب5 أشهر كان الفلسطينيون ينتفضون أول انتفاضة. وهذه الانتفاضة سميت انتفاضة موسم النبي موسى. لماذا؟ لأنها حدثت في موسم النبي موسى الذي بدأه على فكرة قبل 800 سنة صلاح الدين. هذا الموسم أقامه صلاح الدين في شهر نيسان أبريل من كل عام في فترة الربيع، لأنه صلاح الدين في فترة يعني حكمه كانت هذه المرحلة هي مرحلة عيد الفصح عادة عند الطوائف المسيحية، فكان طبعا في ذروة الصراع بين السلطان الناصر صلاح الدين وأوروبا في ذلك الوقت في أيام الحملات الفرنجية. بعد تحرير القدس قرر صلاح الدين أن يكثف من أعداد المسلمين في هذه الفترة في مقابل تكثيف أعداد الحجاج الآتين من أوروبا بالذات في نفس الفترة اللي هي شهر 4 نيسان. فلذلك قرر أن يبدأ منذ ذلك الوقت منذ عهد حكمه بموسم سمي موسم النبي موسى. طبعا النبي موسى عليه الصلاة والسلام ليس مدفونا في منطقة فلسطين أصلا، هو دفن في خارج الأرض المقدسة، يعني يرجح أنه أنا شخصيا أرجح أنه دفن في منطقة إما وادي عربة في الأردن اليوم أو في منطقة جبل شيحان
أيضا في الأردن اليوم، جبل شيحان قرب مدينة الكرك في جنوب الأردن. ولكن الرواية طبعا المسيحية والتوراتية تقول إنه دفن في جبل نيبو اللي هو جبل صياغة قريب من مدينة مادبة في الأردن. وهناك يعني بعض الآراء التي خرجت وقالت إنه دفن في منطقة قريبة من مدينة أريحة اسمها الخان الأحمر، وأقيم هناك يعني مقام كان موسم النبي موسى يحدث عنده، سمي مقام النبي موسى. طبعا مقام النبي موسى هو قائم أساسا على فكرة الرؤى، يعني رؤية لبعض المتصوفة، فلذلك أقيم هناك. فلاحظوا صلاح الدين أخذ بهذه الفكرة من منطق حماية المدينة من الأوروبيين الذين كانوا يأتون في هذه الفترة بكثرة إلى المدينة المقدسة، يعني في ظل الحملات الفرنجية. من هنا انطلقت أول انتفاضة، هذه الانتفاضة التي استمرت عدة أيام. الآن هذه الانتفاضة لم تكن آخر انتفاضة، وإنما كانت بداية سلسلة انتفاضات وثورات تحدث في فلسطين في ظل الاحتلال البريطاني. فمباشرة بعد سنة واحدة من انتفاضة موسم النبي موسى حدثت انتفاضة يافا التي بدأت في الأول حتى 15، يعني في أول أسبوعين من شهر أيار 5 اللي هو شهر مايو من عام 1921، حيث انطلقت هذه الثورة من مدينة يافا، وكثرت فيها الصدامات بين الأطراف المتعددة، بين المستوطنين الذين كانوا يأتون من أوروبا إضافة إلى القوات البريطانية. طبعا لاحقا استمرت الثورات في ظل الاحتلال البريطاني، يعني ثورة هنا انتفاضة هنا هبة هنا. لكن حدثت في عام 1929 واحدة من أهم الانتفاضات التي عرفتها فلسطين في عهد الاحتلال البريطاني، وهي انتفاضة البراق، وكان ذلك من 15 حتى 30 من شهر أغسطس اللي هو شهر 8 عام 1929. وهذه الانتفاضة كانت مهمة جدا. لماذا؟ لأنها تتعلق بحائط البراق. حائط البراق طبعا هو الحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك، أو جزء من الحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك، طوله حوالي 55 متر. هذا الحائط كان اليهود في العهد العثماني سمح لهم بالصلاة في هذا المكان من باب التسامح فعليا، لأنه يقع خارج المسجد الأقصى المبارك. لكن في عام 1929 في ذلك الوقت في شهر 7 تحديدا جاءت مجموعات من المستوطنين وقررت أنه تأخذ هذا الحائط لها وتسميه حائطها، وصارت تعتبر أن هذا حق لها بشكل كامل. فحدثت بعض الإشكاليات، ولاحقا توافد المسلمون من كل مكان إلى المسجد الأقصى المبارك، وحدثت صدامات عنيفة سميت بانتفاضة حائط البراق أو انتفاضة البراق. ونتج عنها في ذلك الوقت رفع أمر حائط البراق إلى عصبة الأمم التي أرسلت لجنة دولية للتحقق من موضوع ملكية حائط البراق، فوصلت إلى نتيجة أن حائط البراق ملكية كاملة من الألف إلى الياء للمسلمين وحده، وليس لأحد عندهم يعني أو غيرهم أي ملكية لهذا الحائط. طبعا لاحقا هناك أيضا حركة الشيخ عز الدين القسام كانت قد ظهرت في هذه المرحلة. هو وصل إلى فلسطين من سوريا، هو أصلا من سوريا. في عام 1920 كان الاحتلال الفرنسي يطارده، فانسحب وفر من منطقة سوريا إلى فلسطين، ووصل إلى فلسطين في ذلك الوقت لأنها تحت الاحتلال البريطاني، فرنسا لا تستطيع يعني تأخذ منه شيئا أو تقبض عليه، فاستقر في مدينة حيفا وصار خطيبا لمسجد الاستقلال. في عام 1925 أنشأ عز الدين القسام تنظيمه الخاص، وهذا التنظيم عمل فترة طويلة على تنظيمه، ترتيبه، تجهيزه، تنظيم سري كان هدفه مقاومة الاحتلال البريطاني بشكل عسكري. وبين أعوام عام 1930 و 1932، يعني بعد انتفاضة البراق، قامت منظمته بأعمال فردية ضد الشرطة الإنجليزية. ثم في شهر تشرين الأول أكتوبر من عام 1935 اختفى الشيخ عز الدين القسام عن الأنظار تمهيدا لإعلان تنظيمه رسميا، ولكنه اكتشف في 20 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1935 في أحراش قرية يعبد القريبة من جنين في شمال الضفة الغربية، وطوقته القوات البريطانية، وحدثت معركة كبيرة بين الطرفين استشهد فيها الشيخ عز الدين القسام وعدد
من رفاقه. وهذا الأمر قاد إلى ثورة سميت ثورة القسام في عام 1935. وفي عام 1936 اضطربت الأمور في فلسطين بعد ما حدث في ثورة عز الدين القسام، اضطربت الأمور أكثر في فلسطين وأدت إلى التدهور الذي وصل في عام 36 إلى إعلان الثورة الفلسطينية الكبرى، وهي أكبر ثورة حدثت في عهد الاحتلال البريطاني لمدة 3 سنوات. هذه الثورة أتعبت بريطانيا وعمت الريف الفلسطينية بالكامل، كانت ما بين عام 1936 حتى عام 1939، وكانت بدايتها بأطول إضراب في التاريخ، إضراب عن العمل وإضراب شل الحياة بالكامل، يعني عصيان مدني استمر 6 أشهر. هذا الإضراب قام به الفلسطينيون فعليا في ذلك الوقت لمقاومة الاحتلال البريطاني والإعلان رفضهم للاحتلال البريطاني وما يفعله فعليا في فلسطين من خلال محاولة تسليم هذه البلاد للحركة الصهيونية. واستمرت مجريات هذه الثورة العارمة في كل الريف الفلسطيني لمدة 3 سنوات، قادت فيها يعني قيادات مشهورة أو قوية الثورة الفلسطينية، والفلاح الفلسطيني أثبت فيها قدرته العالية على التعامل مع الاحتلال البريطاني ومع كل ما محاولات بريطانيا فعليا للزج بآلاف الوحدات العسكرية إلى فلسطين، وتعبت بريطانيا كثيرا. لكن هذه الثورة انتهت فعليا مع بداية الحرب العالمية الثانية وانشغال العالم كله بالحرب العالمية الثانية لتؤد معها الثورة الفلسطينية الكبرى، ولكن بعد أن أعطت دروسا أن الشعب لم يمت وأن الشعب لم يستسلم ولن يسلم أرضه ببساطة. وهذا الأمر سيؤدي لاحقا إلى تطورات كبيرة ما بين عام 1939 في آخر 10 سنوات قبل النكبة حتى عام 1948، مما سيتطور إلى حرب عنيفة ستؤدي لاحقا إلى النكبة الفلسطينية. إذن ماذا نستوعب من كل ما جرى في أيام الاحتلال البريطاني؟ مقاومة الشعوب للاحتلال بشكل عام، ومقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال البريطاني بشكل خاص، تعني أن الشعوب تفهم ما يجري، وأن الشعوب ليست غبية وليست يعني سطحية التفكير كما يظن بعض السياسيين. الشعوب لا تنخدع بأقوال السياسيين، ولكن السياسيين لا يفهمون ذلك، ويتعاملون دائما مع الشعب على أنه مجرد قطيع من الأغنام يمكن قيادته يمينا ويسارا. حتى إذا سكت الشعب ظن السياسي أن الشعب قد نام، فينتظر الشعب ويصبر صبرا كبيرا، والشعوب طبيعتها أن صبرها طويل، ولكنها إذا قامت فإن قيامتها لا يمكن أن توقفها لا جيوش ولا طائرات ولا عساكر ولا أي قوة في العالم. فالشعوب قوتها أكبر من أي سياسي وأكبر من أي جيش وأكبر من أي احتلال. هذا الدرس العظيم قدمه الشعب الفلسطيني للعالم كله في أيام الاحتلال البريطاني، خاصة من خلال الثورة الفلسطينية الكبرى التي سطرت ملحمة من ملاحم مقاومة الاحتلال منذ عام 1917 عندما دخل الجنرال إدموند ألينبي بأقدامه إلى مدينة القدس. الدول لها سير كسير البشر، وإذا كانت الأرض فلسطين فإن سيرتها ملحمة غير كل السير. نراكم على خير مع سيرة فلسطين.